البنات، نتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال. مرحبا بكم اليوم قناه وصفات لينا. اليوم جبت لكم واحد البرومو من بعد ما اكتشفت البرومو اللي تنزل اليوم. انا عاوتاني رجعت لكم المحل اللي صورت في الاول، هذا التتمه ديالو. الفيديو الثاني نتمنى يعجبكم هذا البرومو، هذا والرخاء والرباخه كل شيء موجود تبارك الله. شو هنا نبدا لكم واحد البرومو، غادي نوريكم كاع الاثواب اللي هنايا اللي داير فيه التخفيض. هانتوما كلهم هادو اللي لتحت دايرين فيهم التخفيض. اليوم حلقه خاصه ديال الهميزات والهوته يا البنات. يلا مرحبا بكم والف مرحبا. نبدا لكم اول حاجه الثوب هذا ديال الجيم. الجيم اللي تيكون زواقو منه كاين عده الوان، كل شيء كاين. غادي نوريكم ها هو مطلوق هذا الشكل، هذا ها هو لاباجيش اي يجي اي حاجه. والثوب ديالو راه زوين، ماشي من هذاك اللي كيكون واقف بزاف. هانتوما الا كان تيبان لكم ان شاء الله غادي تجي وغادي تكتشفوا بنفوسكم وتشوفوا عن قرب احسن من الكاميرا. هذا من بعد ما كان 120 درهم اصبح الان فقط 80 درهم. 80 درهم فقط، ايوا ما كاين ما احسن من هذا الرخ. هذا استافدوا من العرض قبل ما يسالي، كما تيقولوا بالي قبل ما يسالي. شوفوا التويبات كلشي كاين. غادي نوريكم واحد النوع ثاني، ها هو هذه المليفه. شو كي دايره مليفه مطروزه حتى هي، حتى هي فيها برومو. شو كي دايره غادي نوريكم عن قرب. ها هو الثوب هذا في الغوز، فيها الزواقه مختلفه، راه ماشي كلهم زواقه وحده. هانتوما شو كي داير، شو كي دايره مليفه رطبه وزوينه، الكاليتي ديالها غزاله. حتى هي من بعد ما كانت الثمن ديالها 150 درهم اولا 100، شحال كان الثمن ديالها خويا؟ كانت 180 درهم. هذه الثمن ديالها الحقيقي 180 درهم، ولكن الثمن ديال دابا ديال برومو والهميزه ديال اليوم فقط 80 درهم، يعني شيء لا يصدق. 80 درهم فقط، ايوا تلقاو احسن من هذا الرخا، هذا ما كاينش احسن من هذه الهميزه هذه. استافدوا منها راها رائعه بزاف. كيف ما كتشوفوا جميع الالوان جميع الطريزات كل شيء كاين. ها انتم الطرزه هذه، شو الطريزه هذه عاوتاني شكل اخر، واحد كاين ستيك في الاخر، يعني كلهم ماشي متشابهين، كلهم كل وحده بالطرزه ديالها الخاصه. هذه الطريزه ديالها خفيفه بحال هكا. ها انتم ها انتم تتشوفوا هذا اللون مرتدي لا زويون. بزاف ديال الالوان، خاصكم تجيو بنفسكم وتشوفوا. شوفوا هذا اللون كي داير موطارد، فيه زواقه شكل اخر. كاين هذا اللون هذا الخضيضر او القصبي، كاين هذا اللون هذا عاوتاني زويون، هذا الزرق ملكي حتى هو في واحد الطرزه غزاله ومختلفه على خوتها. شوفوا اللوينات كي دايرين فنين كيحمق. كيف ما وعدتكم دائما غادي نجيب لكم الهميزات والهوتة يا لالا ان شاء الله. دائما الفيديوهات الماجيين غادي يكونوا كلهم مفاجآت وكلهم هميزات. ورينا شي شكيل عافاك، شوفي لي هاد المطارد هذا، غنحل لكم واحد التويب. هانتوما شو الزواقه ديالها كي دايره، خفيفة، وشو التوب ديالها كي داير، يعني مليفة فنة نازلة ماشي واقفة. كاليتي غزالة كيف ما قلت لكم، كانت 180 ولات فقط 80 درهم. شو شحال نقصوا منا وارا. يلا شنو كتسناو، ان شاء الله غادي تجيو وغادي تلقاو كاع لو شوا اللي بغيتو. هانتوما شوفوا معايا التوب هذا الازرق ملكي،
شو الطريزه اللي فيه كي دايره فن. راه قلت لكم الطرزات مختلفين، شو كي داير راه فيه واحد زويقات خفيف من هذا النوع هذا، ماشي كلهم بحال بحال هذا النوع هذا. شو كي داير هانتوما شو كي داير فن 80 درهم، 80 درهم فقط. تستاهل بصراحة، راه كتر ولكن راها خومو كما قلت لكم، هميزه واعره. شوفوا هاد الثوب هذا عاوتاني شكل اخر، حتى هو خومو وهميزه. اليوم غادي نوريكم حلقه ديال 80 درهم، كل شيء 80 درهم غير هادو اللي دايرين عليهم خومو. ها نتوما هاد التبيبات هادو لا كتعرفوا، هادو ديال العبايات كيديروا من الناس العبايات بزاف خفافين ونازل. عطيت الثوب ديالهم كي داير طايح. صحاب العبايات راهم هادو هما اللي غادي ينفعوكم فني. شو كي داير ثوب طايح غزال، الالوان كلهم كاينين. هانتوما كتشوف شوفوا اللوينات كلهم 80 درهم. شو هاد الخزي عاوتاني كي داير فن هذا، حتى هو شو كي داير طايح، كاليتي عنده واعره. شوف انا كنقرب لكم حتى الامام ديالكم تشوفوا عن قرب بحال كتقيسوه بيديكم. هانتوما واعر 80 درهم فقط، ما غاديش تلقاو بحال الثمن شي محل اخر غير هوطا. هانتوما هادو كلهم اللي لتحت برومو. صافي البنات ساليت معكم. كما قلت لكم الهميزات هذوك اللي الفوق راني صورته لكم كلهم في الفيديو السابق، تقدروا تمشيو ليه وتشوفوا الاثمنه، حتى هما فيهم اثمنه مناسبه. واللي وريتكم انا هما هذو اللي لتحت، ها هما كميه كبيره تبارك الله، راه كاين الكونتيتي. هذو اللي لتحت كلهم 80 درهم، كاين عده اشكال. وريتكم الجيم 80 درهم، المليفه المطروزه حتى هي 80 درهم. ثوب ديال العبايات راه هما اللي ملهيه طايح، ثوب واعر 80 درهم، كل شيء مخفض. نتمنى تكون عجباتكم هاد الحلقه ديال هاد الاثواب هادو، ويروق لكم. ما تنساوش ديروا جيم واشتراك، اللي باقي ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس، وجيم لي الفيديو الى عجبكم طبعا، وخليوا لي تعليق صغير وزويون بحالكم. اي ملاحظه بغيتوها واي حاجه بغيتوني نصورها لكم ان شاء الله خليوها لي في لي كومونتير. وشكرا لكم على المتابعه، وتبقاو على خير. غادي نوريكم بعدا المحل فين جا، غادي نعاود نوري لكم. هذا هو المحل كما كتشوفوا، ها هو غادي تلقاو الفوق البلاكا راه هي اثواب اناتيب الجمله والتقصير، راه جا امام سوق نموذجي. ها هو سوق نموذجي ديال اناتي، كاين سوق نموذجي واحد، راه هو سوق النموذجي مباشره غادي تلقاوهم. وغادي تجيو الرون بوان، هو مقابل انفاس مع الرون بوان، كاين اثواب اناتي هو هذا. هذا هو المحل. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد، تبقوا على خير، مع السلامه.